رسالته الجامعية التي كان قد أعدها عام 1973 في موضوع الشعر الوطني المغربي على عهد الحماية من 1912 إلى 1956، وقد حضرها تحت إشراف الدكتور شكري فيصل. وفي هذه الأطروحة التي نشرها عام 1974 أحاط الدكتور إبراهيم سلام من جميع جوانبها، بحيث تضمنت هذه الدراسة الجامعية غير المسبوقة توثيقا شاملا ودقيقا لشعر المقاومة والنضال الذي ساهم به شعراء المغرب على امتداد فترة الحماية الأجنبية بشقيها الفرنسية في الوسط والشمال الشرقي والجنوب، والإسبانية في مناطق الشمال الغربي للمغرب وأقاليمه الصحراوية في أقصى الجنوب، وذلك على امتداد الفترة من 1912 إلى العام 1956 كما أسلفت. كان اسم إبراهيم السلامي حاضرا في النشاط الأدبي بالمغرب ومساهما باستمرار بكتاباته وخواطره. هاتي اللي زرينا ديري غنى نفيس وكم صبرك تبين ربي تكاوين اسم ديسمان تمزلت ختلاليت نتربوت لي من السفليد غساد إنقان تياد لي تين بو حسين بو كنانا الحسين الدوغرا دي قلين محمد بالعربي إلى زغناد هاتي تزديد ديسمان تلاليت من نو التربة وانا وزنزارت زون لارياش تربوز في سعدين من وقايد يسبرا يسبس من السبعين بردك دينا وسعيد Oh,